امير، انت بقى واحد من اللعيبه اللي لعبوا في هذه البطوله وكنت مشارك في الانجاز التاريخي حتى الان، ان شاء الله يبقى في انجاز احسن هذه البطوله. بتفكرك بايه بقى الايام دي؟ يعني وانت قاعد كده بتتفرج على تغطيه قناه النادي الاهلي لهذه البطوله، بتفكرك بايام زمان والبدايات و2005 و2006 ولا لا؟ اكيد يا كابتن اسلام، يعني الكاس العالم للانديه بيبقى الامور مختلفه، التنظيم مختلف. ويمكن احنا يمكن انا كان ليا حظ ان انا شاركت في 3 كاس عالم انديه مع النادي الاهلي، 2 اساسي وواحده كنت موجود مع التيم. وانت عارف حضرتك كابتن اسلام، البطوله كاس العالم للانديه دي بتبقى مكافاه لابطال افريقيا او اوروبا او اسيا، ابطال كل قاره. ابطال كل قاره. ف ومش عايز اقول ان الناس كانت بتتكلم كتير جدا في حته ان النادي الاهلي راح يحتفل والكلام ده كله، لا، النادي الاهلي وجوده في اي مكان دايما بيلعب على منصه التتويج، ودايما طموح النادي الاهلي واللعيبه ما بيبقاش ليه حدود. بنامل ان شاء الله ان احنا نعمل حاجه في البطوله زي ما عملنا قبل كده. وعايز اقول للناس يمكن البدايات مهمه جدا كابتن اسلام في المشاركه. يمكن احنا حضرتك كنت معانا في الثلاث نسخ، 5 و6. يمكن في بقى قبلها البطوله اللي قبلها كنا البدايه ما كانتش موفقه، ما كانش في تركيز. هي 2005 كانت البدايه، 2005 كانت البدايه، لم نكن موفقين بالظبط. مباراه اتحاد جده، اتحاد جده البدايه مهمه جدا. وعايز اقول للعيبه لازم يكون في تركيز جامد جدا، ويبقى اللعيبه عارفه كويس قوي ان العالم كله بيتفرج علينا كنادي اهلي وكبلد، وانت كمان لعيب بيعمل اسم لنفسه، بيعمل تاريخ لنفسه. اول مشاركه ليا ما كانش فيها توفيق في البدايه، ماتش اتحاد جده. انت عارف اليابان الدنيا مختلفه جدا تمام، التنظيم مختلف، الجو مختلف. يمكن اول مره ما كانش خدنا وقتنا كويس ان احنا نروح كاس العالم للانديه في اليابان، اول مره كانت تحدث في التاريخ ان احنا نروح كاس العالم للانديه في اليابان. الجو مختلف، انت شفت يا كابتن اسامه، احنا كنا في الاوتوبيس واحنا رايحين بننام، بين المحاضرات بننام، في المحاضرات بننام، خدنا وقت كبير جدا على قبل ما يعني ناخد على الجو هناك. مظبوط. والامطار والجو برد جدا جدا. ما كانش في التوفيق في البطوله دي. بعد كده اتعلمنا او خدنا خبرات اكبر، رحنا البطوله اللي بعديها استعدنا كويس، رحنا بدري لعبنا ماتشات وديه، استعدنا كويس للبطوله، خدنا مركز الحمد لله كويس. بنامل ان شاء الله في بلد عربي، وبنامل ان شاء الله اللعيبه في اجواء مشابهه شويه للجو المصري، اللعيبه باذن الله تعمل حاجه السنه دي. والبدايه مهمه جدا، اول ماتش لينا مهم جدا جدا، لازم يبقى فيه تركيز. ماتش في تاريخ كل لاعب، ماتش في تاريخنا احنا كلاعيبه في النادي الاهلي او النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي. اتمنى ان شاء الله البدايه تبقى كويسه واللعيبه تبقى مركزه، على اساس ان احنا ان شاء الله نروح في حته ثانيه، وده اللي بنامل فيه ان شاء الله. احنا يمكن احسن انجاز لينا ثالث العالم، بنتمنى ان شاء الله مع اللعيبه اللي موجوده، عندنا لعيبه وفره من اللعيبه كويسه جدا، عندنا تدعيم كويس جدا جدا، بشكر عليه طبعا مجلس الاداره، وبشكر عليه الناس المسؤولين في لجنه التخطيط وكابتن سيد عبد الحفيظ، كل المسؤولين في النادي الاهلي، واقولهم طبعا كابتن الخطيب ان بيجيب احتياجات الفريق. وطبعا في جهاز فني على اعلى مستوى، مستر موسيماني مع الجهاز اللي موجود معاه، عنده خبرات، لعب كاس عالم انديه قبل كده مع سان داونز، خد بطوله افريقيا قبل كده، عارف اللعيبه كويس. فاتمنى ان شاء الله باذن الله ان اللعيبه تكون مركزه، ويقدر يحط خطه كويسه تبقى مناسبه للقاء، وان شاء الله يبقى هدفنا بعد كده. مش عايز اقول باين، انا عايز اقول ان انا اوصل النهائي، لكن مش هقول ده غير لما كل تفكيرنا وكل تركيزنا في ماتش الدحيل القطري، لان طبعا عنده تدعيمات كويسه، لعيبه مميزه جدا، عنده طبعا نقطه قوه ونقطه ضعف، فاكيد ان شاء الله نستغل نركز في القوه بتاعتهم، ونركز في نقطه الضعف بتاعتهم، بيلعبوا على ارضهم اكيد في مسانده كبيره جدا. لكن احنا النادي الاهلي، وجود النادي الاهلي في اي مكان لازم اللعيبه تكون عارفه الكلام ده كويس، واكيد اللعيبه عارفه الكلام ده كويس. وجود النادي الاهلي دايما بيلعب على التتويج، اتمنى ان شاء الله ان اللعيبه تبقى مركزه وتبقى بدايه كويسه باذن الله، وكل المسانده للعيبه. واتمنى ان شاء الله نعمل حاجه للنادي بتاعنا وبلدنا وجمهورنا العظيم اللي بيقف دايما جمع اللعيبه، تكون بدايه كويسه ان شاء الله، ونوصل لحته كويسه باذن الله.